مين اللي قال إن الختان عفة للبنت؟ دي منشية ناصر وبني خليل وبنبان في أسوان، كلهم بطلوا ختان لأنه لا هو أمر ولا فرض في الأديان، والطب قال إنه ضرر للبنت ولجسمها. لا يقدر يصونها ولا يعفها، عفة البنت في تربية أهلها. فكروا مرة واتنين، التربية هي الحماية الوحيدة للبنت. الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث.